ومع انطلاق فعاليات الأسبوع الأول من الحوار الوطني، بحث المشاركون في الحوار عددا من القضايا المتنوعة التي تهم مختلف فئات المجتمع وتؤكد جدية الحوار. وفي حوار خاص للتلفزيون المصري، أكد الكاتب والمفكر محمد سلماوي ضرورة الاهتمام بالثقافة في سبيل تحقيق التكامل للهوية الوطنية. يعني ما بنتكلم على الهوية الوطنية، الهوية الوطنية دي نتاج لظروف كثيرة محيطة بالمواطن، أهمها وفي القلب منها الثقافة. نوع الثقافة اللي موجودة في الوطن هي اللي بتصنع هويته الوطنية. فبالتالي لكي نحقق تكامل الهوية الوطنية اللي احنا بنسعى إليها، يجب أن نبدأ بالثقافة. ويمكن المداخلة بتاعتي ركزت على إنه الثقافة مش مجرد إن احنا نعمل أنشطة ثقافية، يبقى في مسرح وسينما لا، لازم يبقى في أولا رؤية بتوجه هذه الأنشطة، بتوجهها فين وإزاي وإيه مقوماتها،